انا نقدر نعطيكم داكشي اللي كتبغيو في الفن، شي حاجه خاصه بيا ميمكنش تدخلوا ليا فيها وتحكموا فيا، يعني كندير داكشي كيرضيني انا بحكم راسي انا، ولكن في الفن نقدر نقول لكم الراي ديالكم كيهمني بزاف. كنت بغيت نحبس واحد شويه، واحد المده بغيت نوقف على الغناء، بغيت غير نتسارح شويه بحكم وصلوني شي انتقادات اللي ضروني. مادام مني كيوصلك انتقاد الى انتقدوك انت تقدري تصبري وتقبليها، ولكن ملي كتوصل بهم الجرأه انهم يقيسوا لك والديك ويقيسوا لك وليداتك، والا صافي الوليدات والوالدين خط احمر، يمكنش انك تصبري عليهم. يعني وليداتي وماما وخوتي هذوك هما حياتي بالنسبه ليا، ولطفي مني كنت غنحبس هذه المده ديال انني مني وصلوا بهم الدرجه يدعيوا ليا في وليداتي، كنت بغيت نحبس واحد شويه وهو قال لي لا ما تحبسيش. والله يطول في عمره وشكرا ليه بزاف، الله يعطيه صحته باش يكون معايا وباش يكون مع الناس اللي كينتقدوني، باش يعاونني على الناس اللي كيحاولوا يعطيو واحد الصوره خايبه على امي المعزيه. شكرا لكم، وما حدكم نتوما كتنتقدوني وربي كيزيدني. وراه ماشي غير امي المعزيه اللي عندها اعداء، كاع الفنانه كيكونوا عندهم ناس اللي كيبغيوهم وكيكونوا عندهم الناس اللي ما كيبغيوهمش كينتقدوهم. يعني داك اللي كينتقدك مادام كينتقدك والا كيبغيك، مادام كينتقدك والا كيتفرج فيك، داكشي علاش كينتقدك، كون ما كانش تيبغيك ما غاديش يتفرج فيك ويكتب لك ويعطيك شي انتقاد خايب. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.